السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العفو الغفور الغفار العزيز الجبار مصرف أنواع الأقدار ليمتاز الأخيار عن الأشرار تفضل على العباد بالنعم الغزار والخير الدرار ويتخلل ذلك بعض المصائب لحكم ومصالح قدرها الحكيم الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد عالم الأسرار ومدبر الأمر في الليل والنهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المختار وصفه رب العالمين بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الأخيار ضربوا أروع الأمثلة في بذل الخير ونشر الحق فكانوا من أفضل الأبرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون نوصيكم بتقوى الله تعالى التي أوصى بها الأولين والآخرين قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وبتقوى الله تتنزل الخيرات وتبتعد المصائب والمكروهات. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله تتمثل في الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي والسيئات. وأعظم خصال التقوى توحيد الله وإفراده بالعبادة بحيث لا يصلى إلا لله ولا يدعى إلا الله ولا يعبد أحد سواه لا بذبح ولا بنذر ولا بغير ذلك من أنواع العبادة. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا هو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله وقرينتها شهادة أن محمد رسول الله. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وحيث يطاع أمره ويصدق خبره ولا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد أكمل الله الدين فلا يحتاج إلى أن يزاد فيه، وذلك عين وذلك عبر الإحداث والبدع، فهذا مما ينبغي أن يكون للمسلمين مجال فيه وفي إنكاره، أعني البدع والإحداث في الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن في يوم عرفة اليوم، قال صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وإيتاء الزكاة بإخراج جزء يسير من المال لمستحقيه، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. كما ذكر صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، أي يطهركم، ويعلمكم الكتاب والحكمة، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فبعد أن امتن الله تعالى ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أوصى بالشكر والذكر والصبر على ما يقدره سبحانه وتعالى، وإن من صفات أهل التقوى الصبر على الأقدار المؤلمة. قال تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الناس، إن الحياة الدنيا لا تسلم من المصائب، ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصبر، حيث قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكيف لا يصبر العبد وهو مؤمن بالقضاء والقدر، مؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وبأنه لو اجتمع من في الأرض فلن يستطيعوا أن يدفعوا عنه قدر الله، حيث قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذه المصائب تجعل العبد يتذكر النعم الكثيرة والخيرات الوفيرة التي وهبها الله للإنسان. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى:
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه المصائب تعرف العبد بقدرة ربه، ومن ثم يعود إلى الله متضرعاً طالباً رجاءه ومغفرته. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وهذه المصائب تذكر الناس بالآخرة وتجعلهم يستعدون للجنة التي لا مصائب فيها ولا أحزان. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وبهذه المصائب يحصل اختبار العباد والتمييز بين أهل الصبر وأهل الجزاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن الشدائد مهما عظمت فإنها لا تدوم، ورحمة الله أوسع وفرجه أقرب، وقد وعد الله بالفرج والتيسير. قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه المصائب تفتح أبواب طاعة الله تعالى بالتضرع إليه في دفعها قبل وقوعها، وفي فعل الأسباب المؤدية لرفعها بعد حصولها. وقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بعدد من الإجراءات المؤدية إلى ذلك، فقد جاءت التوجيهات الإلهية للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية بما يحقق رغد العيش للخلق. فمن ذلك أن الشريعة الإسلامية رغبت في الاكتساب والإنتاج ومزاولة الأعمال، وحثت على التجارة، وجعلت الأصل في البيوع الحل والجواز، وحرمت الربا والغش والخداع، وأمرت باحترام الأموال العامة واحترام الأموال الخاصة، وأمرت بالوفاء بالعهود وبالالتزامات، ونظمت التعاون والتبادل التجاري، وأمرت بسداد الديون وتوثيق الحقوق، وحذرت من الإسراف، وفرض دفع الزكاة للفقراء والمساكين، ورغبت في الصدقات لا سيما أيام الشدة والبلاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وقال تعالى:
وأوفوا الكيل والميزان. وقال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء ولحماية المجتمع من المشاكل الاجتماعية والنفسية. أمرت الشريعة ببر الوالدين وصلة الأقارب والأرحام وحسن تربية الأولاد، ورغبت في الترابط والتآلف والتكافل الاجتماعي، وأعطت لكل واحد من الزوجين حقوقاً على الآخر، وكفلت حقوق الإنسان رجلاً وامرأةً وطفلاً كبيراً وصغيراً سليماً ومعاقاً، بل جاءت برعاة نفسيات الآخرين والوقوف معهم في أيام محنتهم ومصائبهم، كما أمرت بحسن الخلق وطيب المنطق والترغيب في نشر المحبة والوئام والتعاون بين الناس. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال أسامة ابن شريك: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب ويقول: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. وفي المجالات السياسية والأمنية جاءت الشريعة بإجراءات توصل إلى سلامة البلاد والعباد واستمرارهم واستقرارهم وتمكنهم من أداء مهامهم وأعمالهم. وجاءت الشريعة بحفظ الحقوق وصيانة الدماء والأموال، وحرمت الاعتداء والإيذاء للآخرين، كما منعت من تأجيج الصراعات، ومنعت تغذية الإرهاب، ونهت عن الإفساد في الأرض، وأمرت بالابتعاد عن مسببات الفتن، وحذرت من الاستجابة للأعداء المتربصين، وأمرت بالالتزام بالأنظمة وبطاعة ولاة الأمور في غير معصية، وأمرت بالعدل وتحقيق المصالح ودرء المفاسد، وأمرت بالصالح بالصلح والإصلاح. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعاً بصيراً. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً. وقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونه عوجا وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع واعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وقال أيها الناس إن الله أدى إلى كل ذي حق حقه وقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمرتم تدخلوا جنة ربكم وأما في الجانب الطبي فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتوجيهات تؤدي إلى حفظ الصحة وسلامة الأبدان فمن ذلك أن أمرت بالطهارة والنظافة وأمرت بالمحافظة على البيئة نقية طاهرة وأباحت طيب الطعام ونهت عن المضر منه وشرعت طرائق لحماية المجتمعات من انتشار الأمراض والأوبئة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وقال تعالى وثيابك فطهر وقال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين وقال تعالى في وصف نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فإنه ما من داء إلا وله دواء وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوب فرارك من الأسد وقال صلى الله عليه وسلم لا يوردن مصح على ممرض وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها وانطلاقاً من هذا الحديث النبوي الكريم الذي يمنع من التنقل في أوقات الأوبئة والأمراض سريعة الانتقال شديدة العدوى فقد جاء القرار الحكيم من حكومة المملكة العربية السعودية بإقامة شعيرة حج هذا العام بأعداد محدودة من الموجودين داخل المملكة من مختلف الجنسيات حرصاً على إقامة الشريعة بشكل صحي يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي لضمان سلامة الإنسان وحمايته من أسباب الجائحة وتحقيقاً لمقاصد الشريعة في حفظ النفس البشرية بإذن الله ومن هذا المنبر نشكر الدور الإيجابي من المسلمين كافة في التجاوب مع إجراءات الدولة لحمايتهم من تفشي هذا الوباء باتخاذ الإجراءات المؤدية إلى حماية مكة المكرمة والمدينة المنورة فجزى الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورجال دولتهم خير الجزاء
على ما يبذلونه في خدمة الحرمين الشريفين وحمايتهما والاستهانة بالبذل في سبيل هذه الخدمة. اللهم بارك في جهودهم وأعظم ثوابهم واكفهم شر كل من أراد بهم سوءا. وكما يتقرب المؤمن بالدعاء لهم يدعو المؤمن لنفسه ولقرابته ولبلده وللمسلمين عموما، فمن دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك مثل ذلك، وخصوصا في هذه المواطن المفضلة وعلى صعيد عرفة في هذا اليوم المبارك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة. ولذا يستحب للحجاج عدم صوم يوم عرفة ليكثروا من الذكر والدعاء. خطب صلى الله عليه وسلم في عرفة ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة فصلى الظهر مقصورة ركعتين، ثم أقام فصلى العصر مقصورة ركعتين، ثم وقف بعرفة يذكر الله ويدعوه إلى أن غرب قرص الشمس، ثم ذهب إلى مزدلفة فصلى فيها المغرب ثلاثة والعشاء ركعتين جمعاً وقصرا، وبات بمزدلفة وصلى الفجر بها، ثم دعا الله إلى أن أسفرت، ثم ذهب إلى منى فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات وذبح هديه وحلق رأسه، ثم طاف بالكعبة طواف الإفاضة، وبقي في منى أيام التشريق يذكر الله ويرمي الجمرات الثلاث. فلما فرغ من حجه وأراد السفر طاف بالبيت العتيق. أيها المؤمنون، إن من أعظم ما تستجلب به الخيرات والنعم وتدرأ به المصائب والنقب دعاء الله سبحانه وتعالى. فقد قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. فيا أيها المسلمون، ادعوا الله بتضرع وإخلاص وأنتم موقنون بالإجابة، وأمنوا على دعائكم وعلى دعاء غيركم. اللهم ارفع الوباء واشف المرضى ومكن الباحثين والعاملين بمجال الأمراض والطب من اكتشاف أدوية الأمراض وعلاجات ولقاحات الأدوية. اللهم أسبق على عبادك نعمك وأغنهم بفضلك. اللهم ازرع المحبة والإلفة بينهم واجعلهم متعاونين على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. اللهم انشر الأمن والاستقرار بفضلك وإحسانك. اللهم انشر الصحة والعافية على خادم الحرمين الشريفين وأيده بتوفيقك، وأعنه على تحقيق ما حملته من مسؤولية خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما، واجعل ذلك ذخرا له عند ربه على منبر من نور، وشد عضده بنجله الأمين المأمول الأمير محمد بن سلمان ولي عهده المبارك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا على رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.